عندنا تفاصيل كتيرة جدا نطمن على البعثة المصرية، بعثة نادي الزمالك اللي وصلت لي الأراضي المصرية، وأيضا حالة اللاعب. فبصبح على حضرتك أنا وزميلتي العزيزة ميرهان عمرو. اهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير على حضرتك سيادة السفير، وسعداء بوجودك معانا. وطبعا بتكون مسؤولية كبيرة جدا بنحطها على السفراء بتوعنا المتواجدين بالخارج مع وجود اي بعثة طبعا على المستوى الرياضي. امبارح كانت بعثة نادي الزمالك طبعا متواجدة في انجولا، وحابين نعرف تفاصيل بتخص استقبالهم وكمان مع عودتهم مرة تانية للأراضي المصرية وسفرهم في الصباح الباكر من هذا اليوم، البقاء اللي اصبح ل أحمد سيد زيزو بسبب أن مسحته كانت إيجابية. أهلا بحضرتك، صباح الخير. أهلا بحضرتك. الفريق فعلا غادر امبارح، كنا معاه في المطار لحد ما غادروا. بالنسبة لزيزو هو حالته كويسة جدا، يعني مفيش أي أعراض من أي نوع، ولكن هو تطبيقا فقط للإجراءات والبروتوكولات الصحية الأنجولية اللي بتمنع خروج أي شخص يعني مسحته إيجابية إلى أن تتحول المسحه الى سلبيه. طمنا عليه امبارح وهو موجود في الفندق ما زال، وان شاء الله بمجرد ما المسحه تتحول الى سلبيه هيسافر على طول باكر. طيب اعرف من حضرتك ونطمن يعني الساده المشاهدين واللي بيسمعوا حضرتك، المساحات يعني بروتوكول هناك في انجولا، يعني المسحه ممكن تتعمل كل كام ساعه بحيث ان لحد ما النتيجه تيجي سلبيه للاعب فيتم سفره؟ يعني المفروض المسحه القادمه امتى باذن الله؟ المسحه القادمه بكره باذن الله، يعني هو بكره لو طلعت سلبيه يبقى خلاص الموضوع خلص. هم قالوا لنا يعني ممكن كل 48 ساعه نعمل مسحه. تمام. هل يا سياده السفير في ادويه ماشي عليها، ولا بما ان هو مش حاسس باي اعراض فمش ماشي على بروتوكول طبي كمان؟ لا لا خالص، مفيش اي ادويه ومفيش اي اعراض، وهو حتى كان معانا امبارح زي الفل، مفيش اي حاجه. اخيرا يعني نعرف نعرف من حضرتك الجانب الفني، وجود فريقين من انجولا، فريق بيترو اتلتيكو بيحقق نتيجه ايجابيه بالفوز على الوداد بيتصدر المجموعه، ولكن ساجرادا بحكم ان هو الفريق البطل فريق جديد على كمان كره القدم الافريقيه، هل هو قادر على منازعه نادي الزمالك على احد البطاقات الخاصه بهذه المجموعه سواء هو او بيترو اتلتيكو؟ هو طبعا امبارح كنا نتمنى ان فريق نادي الزمالك يحقق نتيجه افضل يعني، ولكن يعني بذلوا الجهد اللي يقدروا عليه. ما اظنش برضو ان ساجرادا يكون من الفرق القويه اللي ممكن تحقق نتيجه اعلى من كده، واعتقد يعني ان في مباراه العوده ممكن بقى نحقق نتيجه افضل. ان شاء الله. احنا بنشكرك شكرا جزيلا سياده السفير محمد صفوت سفير جمهوريه مصر العربيه في دوله انجولا، بنشكرك شكرا جزيلا، واكيد متابعه خاصه مع حضرتك للحاله لاحمد سيد زيزو واحد من نجوم نادي الزمالك ومنتخب مصر اللي للاسف مسحته طلعت ايجابيه وهو متواجد مع فريقه في معسكرهم قبل او في تواجدهم قبل خوض مباراه ساجرادا امبارح في دوري ابطال افريقيا، والابقاء عليه هناك في انجولا لحين ان شاء الله ظهور المسحه بالنتيجة السلبية إن شاء الله.